انا عندي وليدات، المهم وليدات، وانا ولد ولادي هي اللي ولداتني. المهم اهم حاجة اللي بغيت نستافد، اللي بغيت نقول، اللي بغيت نتمحور، اجي لهنا، اجي 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 واجي واجي بهنا بهنا، واقف واجي، طلع طلع طلع، بغيو يشوفوك الناس، يلا تلعب بوحدك. باقي ما كملنا الفيديو، كملي معايا الفيديو. المهم واحد السيدة عندها أطفال وعندها واحد الراجل، وكل عام كل نهار، ما عرفت أنا بالضبط، كانت كتبها لي، وكنت كنتسرك كالعادة باش نشوف الهماش اللي كاين في الساحة، وكيبان لي كل شي كيتلاوط، كل شي كيتلاوح، كل شي يدير فيديوهات، كل شي كيدار على الحياة. حنا كنشاركوا الحياة، وحنا كنشاركوا الحياة، واحد المنبر آخر، واخا ما كاينش المنبر عند واحد السيدة، ولكن نتوما هما المنبر ديالها، حيت ما عالمة، ما كتقرا، ما كتوجد شي ديبلوم، ما كتعاونكم باستفادة ديال القراية، ها كيفاش غتصورو؟ هي وصلات، اجي 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 اجي، واجي باقي، غنبانو انا وياك في الفيديو، اجي اجي، واجي. وأجي أجي خاص معك صافي، يلا واش اللور. المهم هاد السيدة هادي ما كتعاونكم حتى شي معلومة، حتى شي وصية، زعما صدقة جارية كتسميوها نتوما عندكم في الوطن، الحبيب حبيب لكم، يحبكم وتحبونه، ربما لا يحبكم ولكن لديكم واحد القلب اللي تقدروا تعطيوه وتوفروه، ولكن هو ما عندوش قلب، حيت وطن ارضيه وصافي، نتوما كتمشاو على ديك الارضيه. اجي عندنا قيني شي الحب كي داير، حتى الدري الصغار كيعرفوا الحب على الناس الكبار. الحاجه اللي بغيت نوصل هي انه ما تبقاش تلوط عليكم وتقول لكم بلادكم زوينه خصكم تمشيو لها، ونتحداك انك تعيشي تما، تعيشي في الوطنية، تبقاي في المغرب لواحد المدة، ترجعي للمغرب، ونتحداك في الناحية هذه. علاش مشيتي لألمانيا؟ سير سير